متابعينا وواصفين لكم ما يدور من منافسات صباحية مميزة مع شعارات أبناء القبائل على ميدان الشحانية لسباقات الهجن في منافسات هذا الكرنفال السنوي الكبير في مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. ينطلق بحفظ الله وتوفيقه الشوط 22 من أشواطنا في هذا الصباح، شوط يخص البكار والسن هو سن الإذاع والمسافة 6 كيلومترات. نتابع هذه الانطلاقة ونتابع هذا الشوط بجديد الإثارة والمنافسة إلى خط النهاية، ونبدأ مباشرة مع المركز الأول. هذه أجيال على مقدمة هذا الشوط بشعار سعيد بن عبد الله بن ملهية من يقدم أجيال على الصدارة والبداية، بينما النقلة مع المركز الثاني. أتابع في ثاني المراكز الشاهينية مع المركز الثاني مبارك بن سالم النابت يقدم لنا شعاره ويقدم الشاهينية في هذا الشوط، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث لنجد على ثالث المراكز الظبي قادمة في هذه اللحظات بشعار حمد بن ناصر الدويكي الواصلة مع ثالث المراكز القادمة من السلطنة للمشاركة هنا على أرضية ميدان الشحانية. المركز الرابع في رابع المراكز وصول من غند جبر بن جاسم بن ربيع الكواري يقدم شعاره على مستوى المركز الرابع من خلال مشاركة غند. وفي المركز الخامس خامس المراكز مشاهدين الكرام أتابع الوصول من شديدة يتصل في هذه اللحظات بشعار سعود بن سالم الجربوع المري يقدم لنا شديدة على المركز الخامس. هذه النتيجة الأولى مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام للخمس الأسماء المتقدمة، ولكن لازلنا في أول المشوار مع انطلاقة هذا الشوط، شوطنا الثاني والعشرون، شوط ما قبل شوط الختام في تحدياته. نعم الشوط الثاني والعشرون في تحديات ومنافسات هذا الصباح لنتابع معكم ونصف هذه الأجواء الرياضية الجميلة على ميدان الشحانية. وين البداية والصدارة؟ مقدمة الشوط أجيال يا أجيال على صدارة المسار تتقدم بشعارها الجميل وبدفعها المميز على المقدمة والصدارة. السعيد بن عبد الله بن حمد بن ملهية يقدم لنا شعاره مع المركز الأول. يطمع بن ملهية في ناموس هذا الشوط من خلال تقدم أجيال على الصدارة والبداية. المركز الثاني الشاهينية مع ثاني المراكز مبارك بن سالم بن مسلم من جار الله يقدم انطلاقة وتحديات الشاهينية مع المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصول من الظبي الظبي قادم أيضا بطموحات وآمال أبناء السلطنة بشعار الدويكي القادمة على المركز الثالث في هذه الانطلاقة. حمد بن ناصر بن راشد الدويكي يقدم انطلاق وتحديات الظبي على المركز الثالث. وفي رابع المراكز نتابع تقدم واندفاع جميل من غند مع رابع المراكز جبر بن جاسم بن ربيعة الكواري من يقدم هذه الاندفاع من غند على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شديدة مع خامس المراكز سعود بن سالم الجابر الجربوعي يتابع لنا تحديات شديدة، ولكن هذا التدخل اللي نشاهده من الحصينية وصلت في هذه اللحظات فهد بن علي بن شفيع الفيدة يقدم الحصينية على المركز الخامس، ولكن انخطف في هذه اللحظات من ذخيرة هادي بن راشد المظفري من يقدم شعاره مع المركز الخامس. يا سلام هذه انطلاقتنا مشاهدين الأعزاء، 3 كيلومترات انتهت من عمر هذا الشوط، وهذا هو شوط آخر يبدأ من هذه اللحظات مع 3 كيلومترات مشاهدين الأعزاء المتبقية من عمر هذا الشوط. ولكن العودة إلى الثنائي الجميل، العودة إلى الصدارة، العودة إلى بداية هذا الشوط مع هذه الانطلاقة مع تحديات أجيال على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول وعلى صدارة المسار. تتقدم أجيال بشعار سعيد بن عبد الله بن حمد بن ملهية من يقدم لنا أجيال، من يقدم لنا أجيال في هذا الشوط طامعا بالنقطة الذهبية في هذا المهرجان.
طامعا بالنقطة الذهبية في هذا المهرجان بالملهية من خلال تقدم أجيال وانطلاقات أجيال على مركز القمة والصدارة الشاهينية على المركز الثاني. من تلاحق أجيال ومن تقتفي آثار أجيال على مركز الوصافة بشعار مبارك بسالم بجار الله يقدم لنا تحديات من الشاهينية. الشاهينية في المركز الثاني وفي ثالث المراكز، الظبي في المركز الثالث متقدمة بشعار الدويكي القادمة من السلطنة نتابعها في المركز الثالث. حمد بن ناصر بن راشد الدويكي يقدم لنا الظبي، ولكن الله يا سلام يا سلام يا ذخير يا ذخير، القادمة القادمة بشعار هادي بن راشد بن مسعود المظفري، ولكن شوف التدخل في هذه اللحظات، شوف التدخل من الحصينية، يا سلام يا الحصينية، القادمة بشعار فهد بن علي بن شفيع الفيدة يقدم الحصينية على المركز الثالث. وفي رابع المراكز من الجانب الآخر نتابع تقدم جميل أيضا مشاهدين الكرام، ووصول آخر أيضا من قبل الجازي لكليفيخ بن سعد بن كليفيخ العتيبي يقدم شعاره، وهناك أيضا اندفاع من ذخيرة لهادي بن راشد بن مسعود المظفري. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، بدأت السرعة، بدأت الإثارة، بدأ المنازع على ناموس هذا الشوط، ولكن أجيال يا أجيال على مقدمة الشوط، كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، وهذه أجيال على مقدمة الشوط، هذه أجيال المشاهدين الأعزاء بشعار بن ملهية تتصدر المشهد حتى هذه اللحظات مع المركز الأول والصدارة الأولى، تنطلق بتحديات هذا الشوط. سعيد بن عبد الله بن سعيد بن ملهية يقدم أجيال على المركز الأول، الشاهينية على المركز الثاني، مبارك بن سالم بن جار الله، وفي ثالث المراكز تقدم من ذخيرة هادي بن راشد بن مسعود المظفري، ومن هناك نتابع الحصينية لفهد بن علي بن شفيع. المركز الخامس تقدم مشاهدين الأعزاء من الجذابة لفرج بن عايض العذب المري، هذه أجواء الكيلو متر الأخير، يعني بدأ التحليق، يعني لحظة الانطلاق إلى الناموس والانتصار. أجيال 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 أخذت فارق بينها وبين بقية الأسماء لتؤمن الموقف، لتؤمن الناموس في هذا الشوط بشعار بن ملهية عصاها في الابطان. الدفع ذاتي ولدى تلقائي، الدفع ذاتي ولدى تلقائي، اجيال يا اجيال، اجيال يا اجيال على الصدارة ومقدمة الشوط في هذا التحدي الجميل وفي هذا المسار الكبير. هذه اجيال مشاهدين الكرام عندها انجازات في هذا الموسم، هذه اجيال مع المركز الاول والصدارة تسير صاحبة شوط رئيسي في المحليات الماضية، وهذه أجيال تحضر في هذا الصباح وفي هذا المهرجان بشعار بن ملهية مع المركز الأول. لكن الدويكي بدأ يهاجم مع الظبي على المركز الثاني، على المركز الثاني قادمة لحمد بن ناصر الدويكي مع ثاني المراكز، أجيال على المركز الأول ومن هناك على ثالث المراكز الحصينية، ولكن أجيال 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 الأمتار الأخيرة أصمد يا بن ملهية قادمة الظبي، ولكن هنا أجيال أجيال يا أجيال في صباح هذا اليوم في هذا المهرجان تؤكد الحضور، تفوز أجيال في هذا الشوط، تفوز أجيال في هذا الشوط. تهانينا والناموس لسعيد بن عبد الله بن حمد بن ملهية على فوز أجيال بالمركز الأول واختطاف ناموس هذا الشوط. بينما ثاني المراكز وصلت الظبي لحمد بن ناصر بن راشد الدويكي المركز الثالث، وصلت الحصينية لفهد بن علي بن شفيع ألف هيدا، والمركز الرابع أصبح من نصيب عذاري أو عذارة لصالح بن ناصر الغفران المري. المركز الخامس، المركز الخامس كانت فيه الصلفة لحمد بن علي المالكي الجهني. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل الخمسة الأسماء الواصلة إلى خط النهاية في منافسات هذا الشوط، ولكن أجيال صاحبة الناموس والانتصار. 9:20 عشرا من الأجزاء من الثواني هو التوقيت الزمني مع أجيال. تهانينا والناموس مشاهدين الكرام لسعيد بن عبد الله بن ملهي على فوز أجيال بالمركز الأول. بينما ثاني المراكز وصلت فيه الظبي، وتوقيت الظبي 9:21
الثمن الثاني تهانينا والناموس لحمد بن ناصر بن راشد الدويكي على فوز الضبي بالمركز الثاني. اما ثالث المراكز فوصلت فيه الحصينيه وتوقيتها 9:22 ثانيه 88 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لفهد بن علي بن شفيع.